لو الحكاية فيها إن فيديو سنناقش أشياء هامة للغاية في أورام الكبد وأورام القولون وأورام الأخرى في الجهاز الهضمي. إحنا حاسين هو مهم جدا في هذا الفترة بالذات لأن أورام الكبد هي أكثر أورام شيوعا في مصر بالنسبة للرجال وثاني أكثر الأورام شيوعا بالنسبة للسيدات بعد أورام الثدي. أورام القولون وأورام الأخرى للجهاز الهضمي تمثل رقم 4 في الأورام أكثر شيوعا في مصر. الحاجة المهمة للغاية أنه مع انتشار فيروس سي وانتشار العلاجات الجديدة لفيروس سي وظهورها ربما نستطيع أن نغير التاريخ في أو الخريطة لوجود هذا الورم اللعين في مصر. ربما نتمنى أن يكون هناك خطة قومية لذلك ونستطيع السيطرة على هذه الأورام بحلول 2030 إن شاء الله. أورام القولون المنتشرة للكبد كانت نسبة الشفاء منها في الثمانينات والتسعينات تصل فقط 1%. مع العلاجات الجديدة وفريق العمل من أطباء جراحة الأورام وأطباء الأشعة التداخلية وأطباء الأورام والعلاجات الموجهة الحديثة التي تظهر حوالي 6 أنواع جديدة من العلاجات الموجهة في أورام القولون وصلت نسب الشفاء إلى حتى أورام القولون الدرجة الرابعة وصلت نسب الشفاء إلى حوالي 70%.